اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكا وسيناء وفي محافظات بني سويف والمينيا والفيوم وكذلك مشروع سنابل صون بأسوان وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحاليه والمستقبليه لتلك المشروعات بما في ذلك البنيه الاساسيه ووسائل الري الحديثه واستخدام التحول الرقمي في تطوير الانتاجيه الزراعيه وموقف محطات المعالجه والتغذيه الكهربائيه والمناطق الصناعيه المرتبطه بهذه المشروعات وقد وجه سيادته بمواصله العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجيه العملاقه في اطار خطه الدوله لمعالجه الخلل المزمن في محدوديه رقعه الاراضي الزراعيه من المساحه الجغرافيه الكليه للجمهوريه وتحقيق طفره نوعيه في هذا الصدد تضيف لقدره الدوله على تحقيق الامن الغذائي للشعب المصري وكذلك مواصله فتح افاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشه المواطنين وبناء القدره الشامله للدوله